إنه كان أصغر من قتل في كربلاء، كان أصغر من أريق دمه الطاهر في تلك الساحة العظيمة، نجما صغيرا في الحجم، لكنه كان أكبر من كل الشموس المتوهجة في الكون. عندما أريقت قطرات دمه الطاهر على وجه سيد الشهداء سلام الله عليه، كان الإمام بذلك يوقع على وثيقة شهادته الكبرى أمام محكمة التاريخ. وإذا أردنا موثوقية ثورة الإمام الحسين عليه السلام لوجدنا باستشهاد عبد الله الرضيع الحجة البالغة لله وللإمام الحسين عليه الصلاة والسلام في واقعة الطف بكربلاء. هو عبد الله مولاي الرضيع، هو صوت الحق لا يسكته الخوف المريع، هو طود ثابت رغم أعاديه الجميع، شاهد كان ولا زال على الغدر الفظيع، بيرق رفرف في الطف دفاعا عن حمى العز المنيع، هو عبد الله مولاي الرضيع.